ما بياكلش كويس وعلى طول نفسه مسدودة؟ أيوة يا دكتور ومغلبني على الآخر وعايش على الحلويات والبسكويت بتاع السوبر ماركت. طيب جسمه أخباره إيه؟ ماسك نفسه كده ولا بتلبسيه لبس إخواته الصغيرين؟ بالظبط يا دكتور بلبسه تلات أربع فليلات علشان اللبس يظبط عليه ويبقى مهندم كده. طيب وصحته؟ نشيط كده وبيتنطط ومزهقكم في البيت؟ ولا على طول كسلان واخد جنب وبينام في اليوم فوق العشر ساعات والله يا دكتور الحالتين أوقات يبقى آخر شقاوة وحركته زيادة وأوقات تانية بيقوم من السرير ده ينام على السرير التاني طيب معلش سؤال أخير بياكل اللي بتقدميهوله ولا بيطلب حاجات معينة يا دكتور ده عايش على البيتزا والساندويتشات السريعة والبطاطس المحمرة لو اديته حتة لحمة أو فرخة أو كوباية عصير بيهرب مني أكني حديله حقنة طب وعملتي إيه في المشكلة دي؟ اقولك الصراحة يا دكتور مرة بضربه ومرة بوقفه في النوتي كورنر ومرة بحرمه من الخروج ما خبيش عليك يعني بضايقه زي ما بيضايقني ومعقدني في الأكل اللي بعمله وآخر حاجة صاحبتي نصحتني أديله فواتح شهية ومن ساعتها مش عتقاه مستلمس صبح وبالليل انا وراه لحد ما يقف على رجليه ويحب الاكل كله طيب وما فكرتيش توديه لدكتور يشوفه ويطمن عليه ويحلله المشكلة الصحية دي مشكلة صحية ايه يا دكتور ده دلع اطفال زمان كنا بنتخانق انا واخواتي على اللي يلحق قبل ما الاكل يخلص دلوقتي كتر الاكل مخلي الولاد بتتنمر ايوه بتتنمر لا ابن حضرتك مش بيتنمرض. ابن حضرتك ممكن يكون مريض ومحتاج علاج ودكتور وروشته مظبوطه، مش فواتح شهيه وعقاب والذي منه. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذل الوسع في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله بازلا رعاية الطبية للقريب والبعيد المصلح والمخطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأكون أخا لكل زميل في مهنة الطبية وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس والله على ما أقول شهيد علشان تحافظي على صحة ابنك بتبدأ المحافظة دي من قبل الولادة من قبل الولادة لازم تروحي تتدربي ازاي تستقبليه بصحة نفسية جيدة ازاي تعرفي ترضعيه رضاعة طبيعية بشكل يحافظ على جسمه وعلى مناعته وازاي بعد كده بتطور العمر تحافظي على تغذيته السليمة والأهم من ده وده تحافظي إن أنت يبقى ليكي وقت معاه وتمارسي فيه أي نشاط بدني ولما يدخل المدرسة راجعي نفسك كده في اللانش بوكس الصبح بتحطي له فيه إيه ولما يرجع من المدرسة راجعي نفسك بتديله أكل متوازن ولا لأ زودي الخضار والفاكهة وقللي الجانك فود والتشوكليتس والسويتس كلها الاهم بقى من ده وده لما كمان يقدر يقف ويتواصل معاكي تواصل فعال والاخطر من ده حددي وقت معين في الويك اند للموبايل والتابلت وبلاش استخدام التكنولوجيا الحديثه بشكل مفرط فيه مع الاطفال علشان التواصل بيبقى تواصل افتراضي ما تواصل فعال وده بيأثر على شخصيه طفلك علشان نقدر نعيشها صح الطفل اللي بيبني جسمه ممكن يكون عنده مشاكل كتير، مش لازم تبقى مرضيه، لكنها بتحتاج لتصحيح وتعديل السلوك الغذائي لاستكمال بنى الجسم بشكل مظبوط، أشهر المشاكل دي ضعف الأطفال وفقد الشهية، ومن ثم نقص المناعة، اللي غالبية الأمهات بتواجهه بشكل خاطئ، مرة بالضغط على الأطفال لإجبارهم على الأكل، ومرة تانية باللجوء لفواتح الشهية كحل سحري. وبيفضلوا يدوها لولادهم عمال على بطال ومن هنا بتحصل الأزمة بدل ما يكملوا نواقص أجسام ولادهم بيدفعوهم لطريق المشاكل الصحية طب والحل؟ هنعرفه النهاردة من ضيف اللي منورني في الاستوديو الدكتور خليل عبد الخالق استشاري طب الأطفال والتغذية جامعة القاهرة أهلا يا دكتور ومشرفنا في الحكيم في بيتك أهلا وسهلا متشكر جدا أه إحنا هنتكلم على موضوع مهم جدا بيهم كل أم ما بيهمش الأطفال طبعا هو بيهم الأمهات بس ضعف الاطفال. يعني الاطفال ما بياكلوش كويس، الاطفال حركتهم فيها مشكله زياده او قليله بس يعني الامهات دايما بتبقى قلقانه جدا على اطفالها. اول حاجه هو ضعف الاطفال ده موجود عند كل الاطفال؟ موجود عند كل الامهات زي ما حضرتك قلت مش الأمهات. مش كدا. موجود عند كل الاطفال فعشان اوضح ده اللي بيحصل ان ال... الام الام بطبع... بطبيعتها قلوقه على اولادها حتى نهايه الحياه ودي سنه الحياه يعني انها تبقى قلقانه جزء كبير جدا من اللي بيقلقوا منه هي تغذيه الاطفال بيرضع كفايه بياكل كفايه بياكل صح حتى ما يدخل الجامعه ان يعني لم يكن بعد الجامعه بعد الشغل تبلي الام تسال ها اكلت ها اتغديت صح. مش مهم ايه المشكله بس مهتميه بالتغذيه والتغذيه هي اساس الحياه زي ما قلنا هي موجوده في في كل الامهات لان كل الامهات قلقانه ان ابنها ما بياكلش كفايه ما تقليش ان في زياره طبيه ما بيجيش فيها السؤال ده ما بيجيش ابني ما بياكلش كفايه حاسة ان هو ما بياكلش كفايه لكن فعلا في في الوقت المعاصر اللي احنا فيه الاكل ما عادش واخد اهميه من ناحيه المنتج من ناحيه نوعيه نقعد نوعيته, إن احنا بنقعد نوعيته من ناحيه ان احنا بنقعد ناكل كاسره بنقعد ناكل يعني زمان كان عادي كله بيتغدى لا مع الموضوع ده بقى, بقى مش موجود مش عايز اقول قليل تقريبا مش موجود وده بيأثر أوه. وده بيأثر جامد جدا وعامل مساعد ان الطفل بيتعود بياكل حاجه بسيطه كم من الاطفال بينزلوا من غير فطار آه فده البدايه بتبقى غلط بدايه اليوم بتكمل اليوم كله غلط الامهات تغذيتها حتى مش قد كده فبالتالي الرضاعه آه مش قد كده فدي مشكله اه انا يعني على يعني من على الرغم من الام المشكله الاساسيه عندها هي تغذيه طفلها هي كمان بتلعب دور في عدم تغذيته التغذيه الصحيحه وعدم تغذيه نفسها و... وتغذيه نفسها وبالمره عدم تغذيه جوزها كمان طيب لو الاطفال فعلا او لو الطفل فعلا عنده ضعف اكيد ده هياثر على مناعته ده طبعا وعلى مزاجه وعلى تحصيله الدراسي وعلى ذكاؤه وعلى ان هو يوصل وعلى لعبه الرياضه على كل حاجه هيأثر على كل حاجه، ده البنزين اللي هو بياخده، فلو البنزين مش كافي لأي سبب من الأسباب هيحصل مشاكل وهنتطرق إليها. طيب علشان ما نعممش الموضوع يعني علشان برضه ما نقلقش الناس، ايه هي أعراض الضعف؟ علشان الأمهات اللي هتسمعنا دلوقتي أكيد طبعًا كلهم هيقولوا إيه؟ أطفالنا ضعيفة. ايه اللي احنا ممكن نشوفه على الطفل فنقول اه لا الطفل ده ضعيف. آه نمره واحد آه نبتدي نبص مثلا على المزاج العام هنلاقيه كده ما بيلعبش مع زمايله بالطريقه الاكتيفيتي بتاعته الحيويه بتاعته ما هواش آه آه يعني اكتف قوي او بيتحرك قوي. نمره اتنين ان هو بيعيا كتير ده برضو بنشوفه بيجي له ادوار برد كتير جدا آه بيتعب كتير آه نمره ثلاثة رافض الاكل تماما يعني مش مثلا في انواع اللي بيحبوا ياكلوا حاجه معينه بس ما بياكلوش حاجات تانية بس ده رافض الاكل ما بياكلش كميه كفايه طبعا بنتاكد من وزنه ونموه بنتابع نموه هل وزنه كفايه هل بيزيد الزياده السنويه المطلوبه منه كل سنه وهو بينمو هل في شكوى من المدرسه وفي شكوى من او من الحضانه أنه هو مش مش قادر يكوب هل في شكوى من المدرب ان هو مش قادر يلعب في التمرين بتاعه ده دي حاجات كلها بتبان وموجوده طب دكتور لو الطفل مش عايز ياكل ايه اسباب ان هو ما عندوش شهيه للاكل احنا هنبعد شويه عن حته ان هو بيحب حاجات وما بيحبش حاجات لان طبعا ده ممكن يكون ليه سبب ان هو حضرتك عارف بيبقى في حاجات شكلها حلو كده و... والجو اللي حواليها بيديها شكل معين وبتيجي في ورق انا مش عايز اقول اسماء بس هي بتيجي في ورق شكله حلو ممكن يكون معاها لعبه فبتبقى مغريه للطفل يعني طبعا. يعني هو عايز يلعب باللعبة فهياكل عشان يلعب باللعبه لكن زي ما حضرتك قلت الطفل اللي فعلا ما عندوش شهيه اللي مش عايز ياكل ولو ضغطنا عليه بياكل قليل قوي ممكن يكون سبب دقيق عدة أسباب ممكن أسباب كتير جدا ممكن منها إن هو يكون عنده أولها يبقى عنده نقص في بعض ال المينرالز في جسمه زي نقص حديد المعادن زي نقص المعادن يعني المعادن تأثر على شهية الطفل؟ آه طبعا زي نقص الزنك وده بنشوفه كتير جدا ده بيأثر على شهيتهم وأنا نقص الزنك أعتقد نقص الزنك ده من الأول خالص بيجي من الأم آه. في فتره الحمل آه. وبيجي من التربه وبيجي من انواع الاكل المختلفه الضعيفه في المعادن دي الحاجه الثانيه ان هو يبقى عنده اي مرض آه يعني سواء طالع من التهاب في الحلق سواء طالع من دور برد جامد ده بيقلل الشهيه شويه لكن ما بتفضلش مستمرية فتره طويله جدا النوع من انواع الطفل في سن معين بيبتدي يوصل لمرحله هو عايز يثبت نفسه او عايز يثبت ان هو شخص يعني هو عنده عنده راي عنده راي فبيبقى في نوع من انواع العند وبما ان الحوار ما بيتمش ما بين الام والطفل غير هتاكل ايه ليه ما بتاكلش هتاكل فده بيبقى في نوع من انواع العند وعدم الرغبه في في الاكل والحاجه الاخيره ان بيبقى في مشاكل ودي قليله جدا مشاكل في البلع او مشاكل في الزور وكده بس دي بتبقى قليله جدا 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 طبعا بيعرفها الطبيب وبيعرفها المتخصص في القصه دي لكن اللي انا شايفه ان في اغلب الاحيان لما الطفل بيبقى ما بياكلش ده بيبقى نتيجه للكيان الاسري اللي موجود ان الناس ما بتقعدش تاكل مع بعضها ان ما بيبقاش فيه بيبقى فيه نوع من انواع الغصب الطفل على حسب المرحله العمريه مش بيبقى عايز ياكل ثلاث وجبات زينا هو طول الوقت بيبقى عايز ياخد سناكس يلقط كده حاجات صغيره طول صحيح. ما هو ماشي فده لو قدرنا نوفر له ده وقدرنا نستمع لرغبته ده هيساعده كتير، الغصب بيولد العند. طب وحضرتك قلت دلوقتي على المراحل السنيه هو بتختلف؟ يعني الطفل اللي عنده خمس سنين واللي عنده عشر سنين واللي عنده 12 13 سنه، طبعا احتياج الجسم للغذاء ده في كل العمر. طبعا. لكن طريقه تناول الطعام بتفرق. طبعا. زي ما حضرتك قلت لان طبعا الاكل بيحب اللمه زي ما بيقولوا لكن المراحل السنيه دي تاثر فعلا على شهيه الطفل اه تاثر على شهيه الطفل لان هو اول اول مشكله احنا بنواجهها كاطباء ان لما الطفل بيخلص فتره الرضاعه اللي هي السنه الاولى من العمر ويبتدي ندخل اكل من اول ست شهور يبتدي الاهل يحسوا لا هو ما بياكلش كفايه هو وزنه ما بيزيدش زي ما كان بيزيد لأن السنة الأولى من العمر النمو فيها مختلف عن بقية العمر ده أكتر سنة النمو فيها والموضوع بسيط معتمد على الرضاعة في أقصى م. في معظم اليوم آه فيجوا يبتدوا ده أول إحساس إنهم يحسوا لا ابني ما بيأكلش كفاية أو ابني ما بياخدش كفاية وده بيبقى نتيجة حاجة من الاتنين يا يعني إلا هو ده إحساس منهم يا يعني إلا هم بيدولوا لبن أزيد من اللي هو محتاجه بعد الفترة الأولانية فدي مرحلة المرحله الثانيه من ثلاث لسبع سنين دي بتبقى مرحله هو مشغول بكل حاجه في الدنيا غير الاكل مش فاضي للاكل زي ما بيقول طالع بيجري طول الوقت وطالع بيعمل طول الوقت لازم بيلعب عنده عنده طاقه لازم احنا بقى نبقى مبتكرين في ان احنا نوفر الاكل في الوقت ده فهو وهو بيتحرك وهو بيعمل ونوريه يعني ال... الاكزامبل الكويس ان احنا بنقعد بناكل مش احنا بنطلع نجري بننزل من غير فطار طبعا هو اسهل ان هو يتقال عن ما يتعمل لان الموضوع صعب يعني, يعني انا فاهم بالنسبه له هو هيعطله عن اللعب بالظبط بالظبط طيب يا دكتور احنا في يعني دايما بنقول ايه احنا بناكل بعينينا قبل ما بناكل ببقنا وبنشم ريحه الاكل فهو ده اللي زي ما بيقولوا ايه بيسيل اللعاب فالاطفال عندهم نفس القصه يعني الاطفال لو الاكل شكله حلو او لو ريحته حلوه يساعدهم يساعدهم بس اللي شكله حلو بالنسبه لنا مش يمكن هو اللي شكله حلو بالنسبه لهم فلازم نبقى برضو مبتكرين في ان ان احنا نخليه شكله حلو نقدمه بطريقه لطيفه نقدمه بطريقه اللي هم بيحبوها طريقه الكاريكاتير تبقى اقرب لل... 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 للكرتون يعني زي ما بيقولوا اللي هم اللي هم بيقدروا يعرفوه يريليت ليه هو مش عايز طبق يبقى محطوط ومعمول كده وعايز يبقى شكله حاجه ريليتينج ليه على شكل حيوان على شكل حاجه زي شكل شجره هو ده اللي هو بيحبه ويقدر يريليت ليه لما يكبر طبعا اداب الطعام واداب التغذيه بتبدا من سن صغير جدا وبتاخد وقت طويل قوي 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 ان ده يتعمل ويحس بيه ويتطور ويتقدم فيه واحده بواحده فاه العرض مهم جدا أنا حضرتك الريحه مهمه جدا اه ذكرا للعرض فهو مهم من وجهه نظر الطفل عشان بس ايه نعلم الامهات ان شكل الاكل لما بيكون حلو بالنسبه لك لازم تتاكدي ان هو كمان بالنسبه لطفلك شكله حلو بالظبط كده فممكن بالنسبه لك يكون شكله حلو لكن هو بالنسبه له ده حاجه عاديه جدا لكن لو زي ما حضرتك ذكرت كده يا فكره برضو لو اتعمل رصه الطبق على شكل كارت يعني احد الشخصيات الكرتونيه او شكل لعبه هو بيحبها متهالي ده هيفرق كتير معي جامد جدا الريحه بقى نعمل فيها ايه الريحه مش عايزين ريحه زياده لان ساعات بعض الاطفال بيتضايقوا من الريحه الزياده او ما بتبقاش بتفتح شهيتهم زينا وهما برده مش مش متق... يعني التتبيله بتاعتنا مش هي التتبيله دي حاجه مكتسبه احنا بنكتسبها مع الوقت فممكن تبقى هي بالنسبه لهم مش دي احسن حاجه هو لازم نتاكد ان هو بياخد الحاجات او ال... 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 الانواع اللي في التغذيه المهمه البروتينات النشويات مم. الخضروات العناصر الكاملة الفكرة. للأكل العناصر الكاملة للأكل ده مهم جدا 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 ما هو حضرتك عارف الأطفال بيحبوا بعض الفواكه وفواكه تانية ممكن يقول لك أنا ما بحبهاش وكذلك في, في كل عناصر الطعام والكبار نفس ما هو الكبار عشان نشأوا كده بقى ما هو كملوا بالطريقة دي هو في حاجات معينة طيب الأطفال ممكن يروحوا لها يحبوها ده بيعتمد وابحاث كتير جدا اتعملت في القصه دي وازاي نوع الطفل اللي بيروح لناحيه اكتر من ناحيه وشافوا هل يمكن الماكولات اللي كانت بتاكلها الام وهي حامل هل اثرت على تقبله لطعم جديد او او حاجه جديده وبعدين من بلد لبلد بتختلف يعني في بلاد بتاكل حاجات بلاد تانية مش هتاكلها هو لازم الحاجه الوحيده ان يبقى في عرض اكتر من حاجه يبقى في طريقه معينه لعرض الاكل ده يبقى هو شايف ان ده حاجه بتتاكل من البيت وتملي اكبر مشكله بنواجهها هي مشكله الخضروات والفواكه يعني دي من اكتر المشاكل في الاطفال ان هم يعني بيتقال عليهم ما بيحبوش خضروات وفواكه بس هو الخضروات والفواكه مظلومه شويه في الحته دي فمحتاجه انها تتنوع شويه تتقطع بطريقه مختلفه تدخل في وسط الاكل ندخلها مش لازم تبقى يعني مش لازم يبقى ارنب في البيت بس ممكن يبقى الحاجه متقطعه صغير داخله في وسط الحاجه اللي هو بيحبها يعني نبني على الحاجات اللي هو بيحبها وندخل ونقرب جنبها الحاجات اللي هو ما بيحبهاش هو زي ما كنا بنقول هو احنا بنقدم نفس الحاجه بنفس الطريقه لكن احنا لو قدمنا الحاجه بطريقه مختلفه اللي يحبها الطفل متهيألي مش هيبقى فيه مشكله المشكله هتقل وطبعا هيبقى فيه نوع من انواع الحوار اللي برضو هاكد عليه ان الغصب مش حل خالص ولازم تماما ما نعملوش ونبعد عنه لانه بيسبب مشاكل ومشاكل بتطول جدا يعني. تفتكر يا دكتور يعني ان الامهات ما بقاش عندها وقت كفايه تديه لاطفالها حتى في وقت الاكل يعني ما هو وقت الاكل ده هي بتفترض ان الطفل هياكل لوحده فبتحط الاكل وتسيبه تمشي هو ممكن يكون عايز ان هي تاكله مثلا او تقعد معاه وهو بياكل هل ده ممكن يلعب دور؟ طبعا ممكن يلعب دور والحاله النفسيه للام والضغط النفسي اللي هي متعرضه له مع ضغوط الحياه وضغوط التربيه وضغوط الواجبات الدراسيه والوقت بيؤدي لكده ولكن طبعا بنحاول ان احنا نقول على قد ما نقدر نحاول ان وقت الطعام ده يبقى وقت احنا بنقعد فيه مش ماسكين الموبايلات وقاعدين وكله قاعد حتى لو انا قاعده كام او اب الاب ليه دور لازم برضو يلعبه هو يقعد على السفرة أو يقعد على الترابيزة اللي هناكل فيها ونحدد المكان من حق الأهل إن هم يختاروا وقت الأكل وأنواع الأكل اللي هتتعرض على الطفل لكن مش من حقهم يفرضوا عليه الكمية اللي هو هياخدها ودي برضو م. يعني نظرية خلص طبقك دي لازم نبتدي نبص كده بصة بص مختلفة شوية هو ممكن يخلص طبقه لو احنا حطينا له حطينا له كميات قليلة اللي احنا عارفين ان هو ممكن ياكلها بالظبط اه ويا ريت ان احنا نحط له حتى كميات اقل ونخليه يخلص فيطلب تاني مش نعمل هرم ويبقى ده ضغط عليه وخلص طبقك وخلصتش طبقك ليه دكتور خليل هو حديث مهم جدا للامهات ولينا كلنا فخلينا ناخد فاصل ونرجع نكمله فاصل صغير ونرجع لكم تاني ان شاء الله كلنا نتمنى ان الحل السهل البسيط يبقى هو الحل الفعال بس الحقيقه مش دايما بيكون الوضع كده اكيد كلنا عايزين ننزل في الوزن واكيد كلنا مش عايزين نعمل عمليات بس ما نخليش الفكره دي او الحلم ده يكون هو الاداء اللي يستغلها الاخرون عشان يقنعونا بحاجات هي اصلا مش هتكون فعاله احيانا التكنولوجي بيبقى معمول في العالم لمقاسات معينة والأجساد معينة وللأسف نسيء استخدامه ونستخدمه على أوزان أخرى ونعتقد أو نوهم الناس إن هو ممكن يدي النتيجة المرجوة وده اللي بنحاول نحذر الناس منه لازم تعرف مشكلتك فين درجة السمنة اللي عندك فين هل هي سمنة موضعية هل هي سمنة كلية هل السمنه الموضوعية دي دهون داخليه جوه البطن تستلزم فقدان الوزن ولا دهون خارجيه ممكن تفقد بشفط الدهون بالفيزر او حتى لو اجهزه خارجيه؟ المهم انك ما تدورش على على النتيجه الصح في المكان الخطا لازم تستعين باهل الخبره ذو ثقه ولما تكتشف ان الحاجه الصح هي دي ما تغمضش عينك وتروح تعمل حاجة مش هتجيب لك نتيجة رجعنا لكم تاني في موضوع مهم مع الدكتور خليل عبد الخالق في تغذية الأطفال وضعف الأطفال. دكتور خليل اتكلمنا على الضعف الأطفال بيجي إزاي والتغذية المفروض تحصل فيها إيه وحاجات كتير. لكن لما لما الناس بتقول للأم هو مال ابنك ضعيف كده ليه؟ وده طبعا جمله بيسمعوها على طول لو الولد مش تخين كده ومربرب وحلو كده وعادي بالنسبه لنا يعني لكن بالنسبه لهم ما بيبقاش عادي مال ابنك ضعيف كده ليه ولو الام شايفه ان ابنها ما بياكلش زي ما حضرتك قلت قبل كده الطبق كله ما هو الطبق كله ده احنا عايزين برضو نبقى فاهمين هو قد ايه الطبق كله هرم ولا في حتتين من كل حاجه هو محتاجها اه الام على طول بتجري على الصيدليه وتجيب فواتح للشهيه هو مكتوب عليه كده فاتح للشهيه هو ايه الاول فواتح الشهيه دي عباره عن ايه يا دكتور طيب. آه نرجع لانواع فواتح الشهيه في انواع كتير من فواتح الشهيه آه غير محبذه بالمره عشان نبتدي يعني او غير غير يعني ليها مشاكل اكتر من فايده بكتير آه موجوده في حالات معينه بنضطر نستخدمها حالات مرضيه معينه في منهم انواع يعني امنه ما هياش علميا فواتح الشهيه هي مجموعه من الفيتامينات والمعادن وكده دي قد يتم استخدامها لو في حاله نقص او الغذاء مش كافي لكن بقية فواتح الشهيه المشكله انها بتشتغل على على المخ على مراكز الشبع والجوع عند المخ وليها اعراض جانبيه غير مرغوبه في المره وفيها عيب اكتر من كده ان هي اول لما بيتم استخدامها فعلا بتجيب نتيجة حتى لو ده حاجة يعني احنا شايفينها كويسة بس دي حاجة قصيرة المدى جدا وبتعمل مشاكل بعد كده كتير جدا فبنصح اي انواع من الفواتح الشهية لا تستخدم غير تحت اشراف طبي في حالات معينة جدا طبعا ابنك مش ماله ضعفان كده دي جمله بتتقال كده يعني بعد صباح الخير يعني صباح الخير بس <applause> على طول على طول حتى لو هو مش ضعفان ولا حاجه بس هي ده نوع من انواع المجامله او يعني يا فندم ابن الولد بيبقى بيلعب كوره في النادي ورايح من اول الملعب لاخر الملعب او بيلعب سباحه رايح يمين وشمال ويطلع يلاقوه رفيع هو ضعفان كده ليه يا جماعه ما الولد ما شاء الله عليه كان كويس <applause> بالظبط بالظبط لكن هي وحتى لو كان قد كده و يميل ان هو وزنه مليان شويه برضو بيتقال عليه ضعفان شويه. أوه. وده قد يكون مش غلط لان ساعات حتى لو طفل وزنه كويس ده ممكن يبقى برضو ضعفان، يبقى عنده زي بنسميه الجوع الخفي، يبقى منفوخ على الفاضي، يبقى بياخد سعرات حراريه واهيه، عصاير، حلويات، الاكل اللي هو موجود في بالسهل في الاكشاك وال... المياه الغازية كل الكلام ده دول بنسميهم empty calories أو سعرات حرارية فارغة مش مفيدة لكن هي سعرات حرارية فقط يعني مش السعرات الحرارية كلها مش مكونة زي بعض يعني يبقى ده قرار دكتور إن هو يقول ضعيف أو مش ضعيف ده قرار دكتور. ده قرار دكتور بيتحدث مع الأهل ويتكلموا ويوصلوا لهذا الإقناع مش مش قرار خالة يعني أو عمة زي ما بنقول أو صاحبة يعني. أو, أو جارة أو جارة <applause> هو جارة بالذات يعني. لا يعني هو إحنا عندنا دلوقتي فواتح الشهية نوعين. نوع يعني اللي هو بنسميه الفيتامينات بقى بنسميه فيتامين وبيطلقوا بيطلقوا عليه فاتح شهية برضه بالمرة. ونوع تاني بقى ده ده علاج ده قصه تانيه خالص بالظبط فمش مفروض ان احنا نروح نجيبها من نفسنا ده اكيد حتى الفيتامينات الفيتامينات المفروض ان احنا ما نجيبهاش من نفسنا لان هو مش كل مش كل طفل محتاج نفس الفيتامينات وزي ما بنقول ما ينفعش يبقى اللي هو نوع الفيتامين فيه كل حاجه ده ما ينفعش لان يعني في طفل ممكن يبقى محتاج فيتامين د اكتر من حاجه زي الحديد في طفل محتاج حديد اللي هو الأول كده كله مع بعضه كده هو كل اللي موجود كده يا دكتور لا يعني طبعا لا لا في حاجات ثانيه بس محدش بيقرب طيب لها بس ده, 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 حديد ده, ده لوحده وحده كالسيوم لوحده وفيتامين دي لوحده وفيتامين سي لوحده محدش بيقرب لها لا لازم لازم يتحط خطه وطبعا اول حاجه قبل اللجوء للفيتامينات عن طريق الدواء احنا نبتدي نشوف الطفل ده بياكل ايه اه ونبتدي نحاول ان احنا ندعم الاكل ده بالمواد اللي هي الغنيه بالحاجات الغذائيه اللي احنا محتاجين نضيفها ونبتدي عشان نشوف الطفل بي... بياكل ايه انا شايف ان حاجه مهمه جدا ان الواحد يقف كده مع نفسه او الاسره تقف مع نفسها وتشوف عندي طفل عنده اربع سنين وانا مقتنع ان هو ما بياكلش. طب اسبوع كده اجنده ورقه وقلم اكتب اكل ايه النهارده؟ اكل ايه بكره؟ نقنق ايه هنا؟ وابتدي اشتغل على الحاجات الكويسه اللي هو خدها وابتدي اشتغل مع الدكتور بتاعه على ان هو طب هو ما بياكلش ده طب ممكن اكون محتاج مكمل غذائي اكتر منه فيتامين ممكن اكون محتاج فيتامين او حاجه معينه هو ما بيتعرضلهاش خالص او هو طالع ناقص منها. حضرتك قلت على حاجه مهمه جدا الاولاد اللي بيلعبوا رياضه. التغذيه في الرياضه هي من اهم يعني مهمه زي التمرين. ف وفي حاجات كتير جدا المفروض تتعمل يعني الطفل ده المفروض ياكل شويه نشويات قبل التمرين وليكن موزه ما حاجه بسيطه وليكن الجو برد والبطاطا موجوده والبطاطا دي حاجه كويسه جدا انها بتدي زي سعرات حراريه وبتساعد وهي مليانه بالمواد المغذيه فنبتدي نبص على الحاجات دي مش يعدي في النادي او في او في الشارع وياخد شوكولاتايه او حاجه قبل التمرين وده اللي بيحصل في معظم الاوقات وبيطلع من التمرين جعان بياكل الحاجات اللي ملفوفة في ورق حلو اللي حضرتك قلت عليها وشكلها حلو وشايف لها 13 إعلان طلعت أه له فبالتالي بيقتنع إن ده الصحة. يتحط يعني من أكتر المشاكل اللي بنشوفها إن مفيش, مفيش نظام غذائي، إحنا تملي بنقتنع إن النظام الغذائي ده معناه رجيم. أو معناها إن ده معمول عشان التخسيس، بس محدش بيحط نظام غذائي صحي. طب هنتغدى إيه؟ طب هنتعشى إيه؟ فبتكون نتيجة هناكل اي, في أي حاجه في المعادن والفيتامينات آه وهناكل اي حاجه هناكل من الشارع لما نجو مش ما عندناش خطه تغذيه للطفل ده فده مهم جدا وبرده هرجع اقول الموضوع بسيط آه نشويات آه بروتينات آه بعض الفاكهه والخضار ده مهم جدا ان هو يتاكل على مدى اليوم طيب لو الطفل يعني هو مبدئيا كده الطفل ممكن ياخد فواتح شهيه من سن قد ايه لا ما احنا اتفقنا ان هو مش هياخد من مفيش سن منه استشاره من الطبيب انه. ما برضو اتفقنا ان هو يعني في حالات مرضيه وانا اقصد هنا بفواتح الشهيه الفيتامينات يعني نبعد عن على حسب يعني عشان عشان بس ما نلخبطش الاهل الفيتامينات يعني فيتامين د المفروض كل الناس تاخده وليه فوائد كتيره جدا بقيه بقيه الفيتامينات والمعادن يعتمد الطفل ده بياخد تغذيه تكفيه في الحاجات دي حاجه زي الحديد حاجه زي الزنك حاجه زي الفيتامينات اللي هي البي كومبلكس فيها اطفال قليلين بس موجودين نباتيين بس م. فده لازم لهم نوع معين من الـ من الـ من الادويه ياخدوها عشان يعوض نقص البروتين الحيواني في أط في اطفال ما بيحبوش الزبادي والمنتجات الالبان ولا في اطفال ما بيحبوش الزبادي ومنتجات م. الالبان بالظبط كده لكن كلمه ما بيحبوش دي كلمه زي ما يعني عايز اقول ان دي كلمه مش عايزين نحطها بسهوله كده هم ما بيحبوش الزبادي في صورته ده بس ممكن يبقى بطريقه تانيه ممكن يعني نشوفه بفكر مختلف او ما نسيبهمش كده يعني مش اللي هو خلاص ما حبش الزبادي النهارده اصل هو ما بيحبش القصه دي، موضوع مش سهل لكن موضوع لازم نبقى موجود وبعدين الموجود لازم نبقى عارفين ان اللي موجود في البيت هو ده اكتر حاجه هيتاخد منها فالطفل زي ما قلنا بيحب ان هو ياخد سناكس وياخد حاجات خفيفه فلازم يبقى في حاجات صحيه لو انا بعته لو انا قلت له اه انت عايز نفسك في حاجه حلوه طب ادخل بقى انزل اشتري بطيخه وشيلها وقشرها ده مش هيحصل لكن لو هي موجوده ومتقشره ومحطوطه في مكعبات هيبقى سهل عليه يعني حته السهوله في الاكل دي مهمه جدا ان يعني احنا نبقى موضبين فهي الخطه والتوضيب طيب هو لو الطفل ما بياكلش كويس او يعني شهيته ما هياش احسن حاجه يعني ده ممكن ياثر على نموه طبعا ممكن ياثر على نموه ممكن ياثر على على ان هو يوصل لطول معين ممكن ياثر على صحته ممكن ياثر على ان هو يعني ياثر على النمو بطريقتين ممكن ياثر على النمو ان هو يخليه قليل وضعيف وصغير حجمه صغير وممكن يخليه زي ما قلنا الناحيه الثانيه اللي هو طفل جعان داخليا لكن وزنه زياده جدا وده النوع اللي بقينا بنشوفه اكتر اللي هو يعني سوء تغذيه لكن وزنه مش ناقص يعني هو عنده زياده في الوزن لكن هو عنده مشكله في التغذيه عنده مشكله في التغذيه عنده, عنده مشكله في في عظمه وعنده مشكله في مناعته عنده مشكله في في صحته عنده مشكله في كل حاجه لكن هو وزنه اللي هو انت لو شفته ده, ده وزنه كويس وبنعرف الكلام ده ازاي يا دكتور ده طبعا بال يعني بالكشف الطبي وبالتاريخ المرضي وبيتشاف وفي علامات كتير جدا بتبين القصه دي احنا في مشكله كبيره جدا ان احنا بقينا عندنا حته طب هو مش راضي ياكل الاكل اللي هو اكل البيت اللي هو الاكل المطبوخ اللي هو الاكل الكامل اللي بيطلق عليه الهول فود فطب ياكل اي حاجه طب المهم ياكل غاوي بطاطس مثلاً محمره و... طب خلاص يبقى ياكل بطاطس محمره طول الوقت لا ده حتى في البيت يبقى احنا شغالين على طول الطاسه موجوده والبطاطس كل يوم لازم يبقى فيه بطاطس محمره لازم يبقى فيه الحاجات المقليه هم دايما الاطفال بيحبوا الحاجات المقليه وبياكلوها فطبعا الام بتستسهل اه والمرعب في الكلام ده ان هو حتى لو هو في سن بيحرق وجسمه قادر يتعامل مع السعرات الحراريه المهوله دي نمره واحد ده بيمثل عبء على الجسم فبيؤدي الامراض بعدين يعني الطفل اللي بيتغذى وحش وهو عنده 10 و12 سنة بيسبب له الأمراض الضغط والسكر وتصلب الشرايين وهو عنده 40 و50 سنة يعني شوف الفرق قد إيه والقصة والقصة التانية إن هو بيحصل له زي نوع من أنواع الريبروجرامنج أو تغيير الفكر داخل مخه بيفهم إن ده نوع الطبيعي. الشبع اللي أنا عايزه م. ده نوع الأكل اللي أنا محتاجه وبيكمل حياته عليه للأسف م. فهي ده جزء من, من من بداية اليوم يعني الثقافة والتعليم الغذائي في منتهى الاهميه كل يوم ولازم نتعب فيه كل يوم يعني كل يوم ده نعمله ونحاول وما لازم طول الوقت نجرب يعني خلينا نقول ايه الام بتقعد مع اولادها بتذاكر لهم ولازم برضو توفر شويه وقت علشان تاكلهم صح اه ويبقى ده لغه لغه الحوار في الوقت ده هم قاعدين ومركزين مع بعض النص ساعه اللي فيها الوجبه الرياضه ممكن تساعد على التغذيه السليمه الرياضه تساعد على كل حاجه الرياضه دي اهم حاجه الحركه دي اهم حاجه عند الاطفال على الاقل نص ساعه لساعه ست ست ايام في الاسبوع ده على الاقل ده ده الاقل حاجه دكتور لا بلاش ست ايام في الاسبوع دي ما حدش هيسمع الكلام ده ما هو مش شرط الرياضه <applause> يعني خليهم ساعتين يومين في الاسبوع <تصفيق> او ثلاث <applause> ايام في الاسبوع اه بس هو هو مش شرط الرياضه دي اللي هي رياضه لازم تروح مكان معين تمارس فيه لا اهم اهم طريقه لممارسه الرياضه هي ان انت تحطها في في الاعمال اليوميه فما فيش منع ان احنا نركن العربيه بعيد سنه نتحرك سنه نطلع دور سلم في ناس هتضطر تطلع الادوار كلها لكن يعني في الاخر يبقى في نوع من انواع الحركه الحركه دي بتحسن الميتابوليزم بتحسن الشعور بالجوع بتحسن الحاله النفسيه عند الطفل بتحسن ذكائه واستيعابه للدروس وبتقلل المرض يعني احنا تماما بنشوف م. الاطفال اللي هم بيلعبوا رياضه وبينزلوا سباحه بيجي لهم ادوار برد اقل بكتير من الاطفال اللي ايه ملفوفه ومربوطه. والله يا دكتور يعني الموضوع ده احنا نفسنا نقعد نتكلم فيه سنين لان هو احنا بنتكلم على تربيه النشء وبناء جيل كامل زي ما حضرتك قلت احنا عايزين الاطفال دول بعد 30 و40 سنه يبقى صحتهم كويسه ما يبقاش علشان احنا اهملنا مش عايز اقول اهملنا قوي بس ما اديناهمش حقهم في الاهتمام بالتغذيه في اول 10 15 سنه يبقى يعني يكملوا حياتهم بالشكل ده. الدكتور خليل عبد الخالق استشاري طب الاطفال والتغذيه جامعه القاهره، انا بشكر حضرتك على اللقاء ده يا دكتور. انا اللي بشكرك جدا وان انت لي الفرصه دي وبرضه باكد ان الموضوع مش صعب ونقدر نبتدي بحتى اول حاجه يبقى الوجبات كلها نسبيا من البيت. وشكرا جدا. اكيد مش صعب بس هو عايز شويه اهتمام. طيب. شكرا يا دكتور شكرا البناء بشكل عام له خطوات اساسيه وجوهريه ما ينفعش تبني طوب في بيت ملوش عمدان وما ينفعش نسوق عربيه ملهاش عجل ما بالكم بقى لو بتبنوا صحه اطفالكم اغلى حاجه عندكم تبنوها بشكل علمي وصحي ومدروس ولا نسمع كلام عشوائي منشور على مواقع السوشيال ميديا من غير ما نرجع لطبيب متخصص فقرتنا خلصت بس حلقتنا مستمره استنونا بعد الفاصل زمان في عصر الفتوات ما كانش الفتوة يبقى مالي مركزه كده غير وجسمه مليان وكرشه قدامه راجعوا أفلام السينما القديمة لا هتلاقوا مجانس ولا ترابيس ولا عضلات ده كان تعبير حقيقي عن ثقافة الفترة الزمنية دي بس الزمن اتغير وتظبيط الجسم بقى موضة أكتر من أي حاجة تانية ويمكن عندنا في مصر بدأنا نواكب تقنيات حديثة وعالمية في مجال نحت الجسم واللي كان آخرها نحت الجسم باستخدام الفيزر والجي بلازما رحبوا معايا بضيفي في الأستوديو الأستاذ الدكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والتجميل في كلية طب جامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة وعضو الجمعيه الفيدراليه الدوليه لجراحات السنه والسكر شرفتنا يا دكتور يا دكتور اهلا, أهلا بيك ومرحبا بك في الحكيم في بيتك شكرا موضوع بيك. الكرش بقى نتكلم عليه شويه هو موضوع الكرش ده بجد ولا يعز إيه يعني <applause> ولا ايه <applause> اكيد زي ما حضرتك عارف الكلام ده اتغير خالص حتى الراجل ما بقاش ينفع يقول انا راجل ما تفرقش معايا آه زي ما الست بتهتم بنفسها اصبح الراجل مهم جدا إنه يحافظ على مظهره وما يبقاش عنده كرش ويا ما شفنا سيدات بتجيب الرجاله غصب عنها تقول له انت لازم تنزل الكرش وتبقى بنت مخطوبه ولسه ما تجوزوش وتقول له مش هتجوزك غير لما تنزل الكرش ده ده عشان الفرح بس <applause> عشان بس الصوره <applause> يعني هو الحقيقه الطب اتطور خالص في هذا المجال نحت القوام اصبح طريقه سهله غير جراحيه امنه ونتيجه سريعه ودائمه فما بقاش في حاجه لحد الحقيقه ان هو آه يستصعب الموضوع زي زمان كان زمان عشان نعمل شفط دهون وشد الجلد عمليه بجرح بـ بـ باجهاد بتعب بفتره انقطاع عن العمل بخوف من الناس ان هو هيعمل حاجه كبيره الكلام ده اتغير في العصر الحالي اللي احنا فيه واصبح فيه تكنولوجي حديث جدا آه بيدينا التارجت بتاعنا من غير كل المشاكل اللي كانت الناس بتخاف منها طيب كويس مالك. يعني نفهم من كده ان نحت الجسم عباره عن شفط دهون وشد الجلد بص حضرتك هو طبعا في معايير مثاليه للقوام لكن كل بنت وكل ست او سيده وكل رجل بيبقى له وجهه نظر في جسم في ناس تقول لك انا عايز ابقى او بنت او سيده تقول انا عايز اخد الشكل الكيرفي بس مش عايزة ابقى سليم. يعني انا مش عايزة اخس في الوزن، انا مبسوطه ان انا زايده 15 او 10 كيلو. بس انا عايز ارسم الكيرفز بتاعتي، عايز الخصر. والخصر لما بيتظبط كل الجسم بيتظبط، النص الفوقاني يبان شكله حلو والنص التحتاني يبان شكله حلو، حتى لو مليان شويه. آه انا عايز الكيرف بتاع ظهري يبقى فلات من غير الكلاكيق اللي بتبان في البلوزه بتاعتي في البرا لين. بس آه. انا عايزه جسمي فيه تضاريس، مش عايزة ابقى الفرنساوي اللي بنقول عليه لا انا عايزة ابقى مزيج بين الشرقي اللي واخد القوام الممشوق. طيب لو لو احنا هنعمل شفط دهون عاده الجلد بيبقى فيه بيتغير شكله. طبعا. هنقدر في نفس الوقت اللي بنعمل فيه شفط الدهون نشد الجلد بحيث ان شكله يبقى متناسق مع العمليه اللي احنا عملناها؟ وهو ده المسمى اللي حضرتك اتكلمت عليه في الاول وهو نحت الجسم النحت هو مسمى شائع هو مش كلمه علميه لكن هو خيال وحلم كل انسان بيتمناه ان هو يبقى منحوت زي التمثال ان التمثال لما بيتنحت بيبقى مقاسه مثالي ومفيش ترهل وبالتالي هو فعلا التكنولوجيا الحديث بيدور على النقطه دي عشان كده لما ظهر حاجه اسمها الفيزر من حوالي اربع سنين انا سمعت عن الفيزر ده كتير طبعا يعني دي فرصه برضو نشرح للناس ايه هو الفيزر لان هو ابتدى اسمه يتكرر كتير في في عالم التجميل الفيزر جهاز بيشتغل على تفتيت الخلايا الدهنيه بدون جراحه آه مفيش جراحه يعني مفيش أي فتحات ولا, مندخل ولا دم من ولا فتحة 2 مللي، لا مفيش دم، ما أوه. هو هو ميزته بقى اللي بتميزه عن الشفط القديم إن الفيزر بيشتغل عن طريق موجات صوتية، ما بيشتغلش عن طريق العنف، حضرتك تفتكر الشفط القديم كنا بنفتح فتحة كده سنتي في الجلد وندخل الجلد. آلة تخينة شفاط كده ونمسك الدهون ونفضل نكسر في الدهون، طبعاً عملية عنيفة جداً غير آدمية فيها آه الم شديد بعد العمليه، فيها آه فقدان نسبه من الدم مع الدهون اللي بتخرج، عشان كده كنا برضو محدودين ان احنا ما نشفطش غير الكميه بسيطه، فيها آه نوع من عدم الانسيابيه يعني ممكن الانسيابية العمليه ممكن عملية عشان بنشفط كميه بسيطه تتعمل على كذا مره؟ لو لو كان الشفط القديم أنا, انا لسه بشرح أه لحضرتك عشان اقول لحضرتك النقله التكنولوجيه دي ايه اللي حصل فيها؟ الشفط القديم حتى النسيج كنا عشان احنا اللي بنكسر بايدينا عمره ما يطلع متساوي، ما يطلعش متناسق، لازم تحس بجرانيوليشنز، حاجة تحت ايديك كأنها كلاكيع وحتة عالية وحتة واطية، مفيش انسيابية في الجلد. آه الفيزر غير المفهوم ده خالص، أولًا احنا بندخل من فتحة 2 مللي كانيولا، حاجة رفيعة خالص بتدخل إبرة صغيرة تحت الجلد. ما بتعتمدش على إن أنا بمسك الدهون وأفضل أكسر فيها، لأ خالص. هي بتطلع موجات صوتية بتكسر خلايا الفات سيلز نفسها مش بتسيح الدهون اللي جوه الخلية بس وده فرق شاسع في النتيجة شافت القديم كان بيسيح دهون ويسيب الخلية فالشخص أو البنت أو السيدة لو أكلت تدخن تاني الخلايا تشتغل تاني هي موجودة. موجودة. المخزن اللي م. بيخزن موجود وأنا لسه بديله السورس أنا لسه بلخبط في الأكل وباكل كل اللي في نفسي فيرجع يدخن تاني الفيزر لا ما ينفعش يرجع تاني لان الفات سيلز الخلايا الدهنيه نفسها اللي في المكان ده اصبحت غير موجوده لان الموجات الصوتيه بتشتغل على الـ على السيل وول نفسه بتكسر جدار الخليه. وما دام خلاص ما خلاص ما ينفعش تاني. 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 تاني حاجه هي بتكسر الخلايا بطريقه انسيابيه يعني حضرتك بالظبط زي ما تحط او السيده تحط سمنه على النار تبص تلاقيها ساحت تماما. لما بتسيح تلاقي السيرفس او السطح بتاعها املس، حتى لما تنشف مكانها تقدر تمشي ايدك عليها كده تلاقيها أمل ملساء خالص، م. هو الفيزر بيعمل كده. بيسيح الدهون تماما زي تتحول لسائل فلما تيجي الجلد يلزق على العضله ياخد الشكل الانسيابي. ما تلاقيش فيه لا تعريج ولا حته مش زي حته ولا جلد عامل مطبات والحاجات اللي كانت بتضايقنا في الشفط القديم. الفيزر كمان بقى ودي حاجه يونيك ومميزه جدا للفيزر وهو انه بي بيشد الجلد بيخلي الجلد جوه نفسه بيلم جوه نفسه بنسبه كبيره جدا. نفس الجهاز اللي احنا بنستخدمه في شفط الدهون اه الفيزر او يعني في تكسير الدهون بيشتغل لو برضو له قدره بالظبط على انه يلم الجلد ويمنعه من الترهن ما حضرتك بالمنطق كده الدهون اللي مفروضة الجلد اللي مفروض على كمية من الدهون أول ما الدهون دي تسيح المفروض الجلد يحصل له يترحل. دروب الفيزر بيخلي الجلد ما يحصلوش أي درجة من الترهل ويلم من جوه نفسه ويلزق على العضلة طب ما في جهاز برضو الناس بتتكلم عليه اسمه الجي بلازما ممتاز بيشتغل إزاي برضو هو نفس الفيزر ولا ده تانية؟ لا ده تانية؟ مختلف تماما كتكنيك وكوظيفة وكنتيجه في الاخر. الجيب لازمة بيشتغل على الجلد بس، يعني الجيب بلازما ما يعملش تاثير على الخلايا الدهنيه خالص. لكن يشتغل على الكولاجين بتاع الجلد. يخلي الجلد اللي احنا بنقول الفيزر بيشد الجلد ويمنع الترهل. بس هو له درجه من القوه اللي بعدها ما يقدرش يشتغل. لو في ترهل زايد الفيزر ما يقدرش يعمله. هنا بقى دور الجي بلازما عشان كده احنا لما بنقول الكومباينيشن او الدمج بين الفيزر والجي بلازما لتحقيق النحت هو ده اللي بيدي نتيجه جميله ومثاليه ودائمه طب نشوف شكل الجهاز كده آه يا دكتور فضل. نبقى عارفين برده آه يعني دي ده الجهاز بتاع الجي بلازما آه ده الجي بلازما دي الهاند بيس او الجان نفسه اللي هو ال الواير السلك الازرق ده متوصل بالجهاز ال 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 الجيب الجي بلازما بيدخل من نفس الفتحه ال2 مللي عشان كده هما الاثنين ما بيتطلبوش اي درجه اي هي نفس اي جرح آه. هو نفس الفتحه ال2 مللي كانيولا صغيره بتدخل وندخل منها الفيزر وبعدها الجيب لازمه لو احتاجناه يعني لو احنا ممكن نكتفي بالفيزر في تفتيت الدهون 100% ويشد الجلد طالما درجه الجلد كويسه وما نحتاجش الجيب لازمة وفي خالص وفي صوره تانية بقى بتبين ازاي الجهاز بيشتغل قبل وبعد آه. بيعمل ايه ده الجيب بلازما بص حضرتك بقى درجة الترهل اللي هنا درجة عنيفة ده ترهل قبل ما نعمل شفط خد بال حضرتك ده شخص هو أصلا فقد وزن يزيد عن 40 كيلو وما عندوش دهون مشكلته هنا مش الدهون خالص زي ما حضرتك شايف هو م. هو رجليه رفيعة لكن درجة الترهل دي مضايقاه ده جيب لازمة بس أنا مش طبع. محتاج في فيزر خالص م. زي ما حضرتك شايف أنا ما قللتش المقاس ما غيرتش الشكل أنا فردت الجلد زي ما حضرتك النتيجة دي بتطلع فورية ده إفكت بعد ال... يعني بعد تأثير مش معقول يعني قوي جدا أوه. الجيب لازمة أقوى جهاز في العالم يشد الجلد ويدي نتيجة فورية ودائمة يعني عايز أقول لحضرتك الناس بتستغرب تقول يعني أنا جلدي هيفضل كده العمر كله أه ما هو خلاص هو عالج الكولاجين هو خلى الجلد بيلم جوه نفسه الجلد زي ما حضرتك عارف هنا برضو آه يعني ده برضو خد بال حضرتك احنا حالاتنا اصعب الحالات ليه عشان احنا عندنا عيانين اللي احنا خسسناهم بجراحات السمنه والتكميم والتحويل ممكن يفقد 60 70 كيلو بص درجه الترهل تبقى عامله ازاي دي حاجه احنا هنتكلم عليها دكتور آه ضروري في حلقه ثانيه يعني ايه دي طبعًا حاجه مهمه طبعا بس انا انا هنا عندي يعني سؤال هو اعتقد ان ده شخص سنه كبير آه هو شخص سن كبير فكنت اه كنت هسأل حضرتك ممكن الجي بلازما ده يشتغل مع اي سن؟ اه ده بيشتغل في كل الاعمار رجاله وستات ورج... سيدات ورجال و... و... وشباب في سن صغيرين في كل درجات الترهل في كل درجات الترهل بس خد بال حضرتك آه شايف حضرتك هنا ما زال آه ما سقوط تام في الجلد لان في درجات يعني احنا بنقول الفيزر مع الجي بلازما تسعين في 90% من درجات الترهل الموجوده لكن مازال عشرة, عشره في الميه اللي الجلد سقط فيها خالص لا بنقول له آه. احنا لما نعمل فيزر وجيه بلازما يبقى احنا برده مش هناخد النتيجه اللي السيده او الرجل يبقى مبسوط وهو شايف شكل الجلد بتاعه احيانا درجه الترهل مع الحمل المتكرر في سيدات خلفت سبع ثمان مرات وكان وزنها مش عارف 150 كيلو خست بقت 70 كيلو لا ده جلد هيبقى طايح خالص في, ال... في ش... يعني بره بره الكونتور بتاع الجسم. ده لا ما نقول ما نحاولش معاه بالفيزر والجيب لازم. ممكن نعمل فيزر عشان خلايا الدهنيه تتفتت ونشد الجلد بجرح تجميلي صغير عشان نضمن انه حتى الليدي دي لو تخن تاني في المستقبل مع الفيزر عمرها ما تتخن تاني. طب يعني لو زي ما حضرتك كده قلت واحده خلفت عشر مرات. هو لو عملت من الاول خالص شد عن طريق الجهاز ده كل مره هتعمل هيبقى سهل بعد كده ان هي تحافظ على جلدها مشدود هو ده سؤال جميل جدا واول مره تساله الحقيقه والله عني والله لا لا <تصفيق> <تصفيق> بص حضرتك احنا فعلا بنقول الفيزر والجي بلازما حتى البنت اللي لسه ما اتجوزتش آه. لو عملنا لها وعندها شويه بطن صغيره ودي في مرات كتير دلوقتي المياه الغازيه والشوكلت والحاجات دي خلت دايما والاكل بالليل والسناكس بتخلي البنات بطنها تبقى كبيره صغيره وهي لسه ما اتجوزتش ولا خلفت لما بنعمل لها فيزر تفتيت دهون ونكسر الخلايا الدهنيه حتى لو ما عملناش جيب بلازما ما هي جلدها مشدود تمنحها ان هي مع الحمل يرجع اه لتملة. <applause> ولا الجلد يترهل لان احنا خلاص منعنا الخلايا الدهنيه في المنطقه دي انها تخزن دهون في المستقبل صحيح فهو فعلا زي ما حضرتك بتقول وان كان ده ناس كتير مش اوير بيه لكن البنات اللي في سن مبكر ولسه ما دخلتش مرحله الـ الـ الزواج او يلحقوا نفسهم بالظبط فرصه <applause> كويسه ان هم يعملوها فحتى يبقى وقايه ليهم في المستقبل طيب احنا اتكلمنا على جهازين مهمين جدا من قمة التكنولوجيا اللي في العصر اللي احنا فيه في جهاز تاني اسمه الهايفو حضرتك بقى قول لنا الجهاز الهايفو ده يعني ينفع برضه في الحاجات دي واني احسن هو ولا بقية الاجهزة اللي اتكلمنا عليها بص حضرتك لو احنا بنتكلم عن, عن البادي كله الجيب بلازما اقوى لا شك هو الهايفو جهاز التراسونيك ويفز بيشتغل على الجلد برضه فهو وظيفته الشد ملوش علاقة بالدهون زي الفيزر يبقى احنا بنقارن الهايفو بالجي اه الهايفو له ميزة في الوجه والرقبة ان جلسة في نص ساعة ومفيش حتى الفتحة ال2 مللي هو بيشتغل من بره اه و... ونتيجة سريعة والسيده وال... تبقى شكلها يدي مثلا 45 50 سنة آه تبص تلاقيها رجعت 10 15 سنة ورا وده بتاتش خفيف من بره وتروح تكمل يعني حياتها نقول على خالص إن ده جزء بيشتغل على جزء من الجسم وده بيشتغل على جزء جزء تاني ده, ده, تاني ده الفرق الاول تمام ان لما بنقول الوجه الهايفو اسهل ان انا اعمل فتحه هنا او هنا الرقبه ينفع فيها الهايفو ينفع الجيب لازم بس الجيب لازمة نتيجته فوريه ودائمه تعيش العمر كله الهايفو نتيجته بتيجي على جلسه والتانيه ممكن ناخد شهرين او اربعه ونتيجته لازم عشان نحافظ عليها كل سنة نعمل جلسة